Voilà, on ne pas très bien. Ils ont appris à s'installer à Casablanca aussi. في إطار العقدة اللي تربط جامعة سلا مع شركة ميم كومار فيما يخص تدبير المفوض ديال جمع النفايات المنزلية، اليوم طبعا كاين حفل ديال استقبال الآليات. جرت العادة أنه من بعد حوالي 6 أشهر تدخل الآليات جديدة كاملة، لأن كل العقدة تنأخذ فيها آليات جديدة، تنأخذ الآليات كلها جديدة. اليوم كما تلاحظوا يعني اطلعنا على الآليات كلها اللي دخلت، فهي مناسبة طبعا اللي تنتواصلوا فيها مع السكان مع المنتخبين باش تعرفوا ما هي نوعية الآليات، شنو هي الجودة ديال العمل اللي تنقوموا به. ثم كذلك بالنسبة للمواطنين تيمكن لهم يعرفوا هذا العمل، هذه عملية تدار في مناسبة ديال العقدة في التجديد ديالها. كذلك تنعرفوا بأنه العقدة في يعني عبر السنوات تيكون جديد، كذلك ديال تيكون جديد ديال هاد الشاحنات او كاع المواد اللي تيخدموا بها. وبالتالي بحال اللي كان في التقديم ديال العرض ديالهم طلعونا اولا على شنو داروا، ثم حنا تنقوموا بالمراقبه. هاد المراقبه هذه عندنا قسم ديال المراقبه الدائمه اللي فيها مجموعه ديال الفروق عبر المدينه كامله، واللي دائما تنراقبوا العمل اللي تتقوم به الشركة هل هو مطابق للعقدة، لأنه طبعا المساحة الجغرافية مساحة كبيرة. وطبعا ما عندناش فقط هي جمع النفايات، عندنا كذلك الكنس، ثم عندنا تجربة اليوم رائدة بدينا ببعض الأحياء اللي تنديروا فيها حتى عملية الفرز. لازم ما نعملوا شوية على التربية ديال المواطن على الجانب البيئي، هذا الجانب البيئي عنده أهمية قصوى بالنسبة لنا. هذه ثقافة جديدة بغينا ندخلوها عند المواطن باش يبدا يساعد في الفرز ديال هذه النفايات، لانه النفايات هي في حد ذاتها راه مورد، يمكن يكون مورد ديال دخل مالي، ولكن مع كامل الاسف تلاحظوا بانه النفايات المنزليه ديالنا كلها فيها الماء، وبالتالي تعطينا واحد ليكسيفيا اللي تطرح لنا اشكال، وما تنستافدوش من القيمه المضافه فيما يخص الريسيكلاج، داك اعاده تدوير بعض النفايات اللي يمكن لا تعطي واحد القيمه، تنخرجوا منها مثلا الطاقه تنعطيوها لذاك المصانع ديال الاسمنت، تيمكننا نبيعوها لبعض المصانع اللي تيمكن لهم كذلك يستافدوا منها، ولكن الاساس هو الحفاظ على البيئه. اذن هذه مجموعه المقاربات حنا في نقاش مستمر طبعا مع غير العقده او خارج العقده، دائما تنطلبوا بالشركه باش تعاون معنا فيما يخص بعض العمليات التحسيسيه. مثلا اليوم كان عندنا لجنه التتبع، وفيما يخص الانشطه اللي تنقوموا بها على مستوى الشاطئ ديال المدينه اللي هو المدينه كامله، طلبنا من الشركه باش تعاون معنا كسبونسور، بالاضافه للرضا المشكورين مسبقا وبعض الاخوان الاخرين، باش تنديروا واحد التنشيط ثقافي رياضي بيئي. هذا تيخلي طبعا الاطفال ديال المدينه في نفس الوقت يستافدوا من العطله الصيفيه ديالهم، ولكن كذلك في واحد الجو ماشي ديال المرح، جو كذلك ديال التربيه على البيئه ديال التربيه على الرياضه ديال واحد المجموعه ديال الامور. على العموم هذا هو الظرفيه اللي قمنا به العمل ديال اليوم. عبد الرزاق عزيزي، مدير استغلاليه ميكومار تابريك العهيده. اليوم شركه ميكومار تابريك العهيده كتقوم بالعرض ديال مجمل المعدات والآليات اللي تم الإنجاز ديالها في إطار عقد تدبير المفوض اللي كيجمعها مع جماعة سلا بمقاطعتي تبريكت والعيايدة. حنا كيف ما كتعرفوا تم الاشتغال بهذه المنطقة يوم 1 يوليو 2022، في الأول يعني ما كناش جبنا الماتيريال كامل، دابا حاليا يعني تم الإنجاز ديال جميع الاستثمارات بحيث ان الشاحنات ديالنا تيغطيو جميع التراب ديال المقاطعتين ديال تابريكت والعيايده، مع مجموع من العمال اللي كيساوي 450 عامل اللي كيشتغلوا ليل نهار باش انهم يجودوا من الخدمات اللي كتقدمها الشركه لفائده الساكنه. حنا من قبل ما كناخذوا المارشي كنقوموا بواحد الدراسه ميدانيه للمنطقه اللي غادي نشتغلوا فيها، ومن خلال هذه الدراسه الميدانيه كنشوفوا العدد ديال العمال اللي هو اللي غنحتاجوا باش اننا نقدموا الخدمات. حنا اليوم كنشتغلوا ب 450 عامل، هاد 450 عامل فهي كتغطي جميع التراب ديال المقاطعتين بجوج، وكتغطي جميع الخدمات اللي حنا اللي كنتكلفوا بها، لا سواء فيما يخص جمع النفايات او لا فيما يخص الكنس اليدوي او الميكانيكي. اذا 450 فهي كتغطي جميع التراب ديال المقاطعتين ديال تابريكت. بالنسبه للنفايات الهامده
هي كيشملها هذا العقد ديال التدبير المفوض. حنا كنديروا واحد البرنامج، كنستروح البرنامج بالتنسيق مع جماعه سلا ومع الممثلين ديال المقاطعات ديال تبركت وديال العيده، كيكون واحد البرنامج اسبوعي اللي كنحددوا فيه النقط اللي غادي نتدخلوا فيها. بطبيعه الحال ما غاديش كاين النقط اللي كنتدخلوا فيها بشكل يومي، نقط اعتياديه، وكاين النقط اللي كنديروا لها كنسطروا لها واحد البرنامج، يعني كنحددوا اليوم ديال التدخل. وحنا في هذه الطريقه هذه فحنا نجحنا في اننا نتغلبوا على اكوام ديال النفايات الصلبه اللي كانت كتواجد بالمنطقه. السلام عليكم، اسود العيني النبيل، عامل النظافه اللي ان شاء الله الشركه ديال ميكومار اللي وفرت لنا واحد الاسطول جديد اللي ان شاء الله باش تكون ان شاء الله المدينه ديال سلا وخاصه الساكنه ديال العياده تبركت باش ان شاء الله يتعاونوا معنا وتكون ان شاء الله المدينه ديال سلا ان شاء الله نقيه. وتنتمنوا ان شاء الله التوفيق لهذه الشركه ميكومار اللي ان شاء الله اللي حصلت على واحد. بالنسبه لكم ظروف العمل واش تحسوا براسكم مرتاحين؟ مرتاحين الحمد لله مع الشركه، الامور ديالنا مزيانه، كل شيء بخير، نتمنوا من الله ان شاء الله التيسير. مصطفى السلمي رئيس مقاطعة تبركت، حنا اليوم متواجدين في معرض ديال ميكومار بمجال الترابي ديال مقاطعة ديال العيده، لانه اللي كيعلم الجميع انه هذا الشركة هذه متعاقدة سنة فارطة مع مقاطعة تبركت ومقاطعة عيدة، واليوم كنشوفوا الطريقة باش كيشتغلوا، وسائل ديال لوجيستيكية منها الشاحنات وجرافات والمواد باش كيشتغلوا العمال ديال هذه الشركة. بالمناسبة الشركة ديال ميكومار خدات الصفقة ديال التدبير المفوض ديال النظافة السنة الفارطة في بداية شهر ديال جويي، وصراحة كانت في المستوى وكانت في يوم الحدث انه تاخذ هذا التحدي السنة الفارطة في بداية ديال شهر، وكانت مقبلة بعد توقيع ديال هاد العقد انه صادفنا مع عيد الأضحى ديال السنة الفارطة، وكانت في يوم الحدث يوم عيد الأضحى كانت في المستوى من حيث النظافة والتدبير ديالها. كنتمنى لهم التوفيق كشركة وكعمال، كنشكرهم كثير بزاف بزاف لأنه بدورهم هما اللي كيقوموا بنظافة ديال المدينة بصفة عامة وبصفة خاصة مقاطعة ديال تبركت، كيقوموا بواحد العمل اللي هو شاق. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.